هذا وقد شهد الرئيس السيسي مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب أكاديمية الشرطة، وقلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين من كافة فروع أكاديمية الشرطة أنواط الامتياز، كما قدم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم هدية تذكارية للرئيس السيسي خلال مراسم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية.